في الفيديو ده هنحمل وهنثبت ادوبي بريمير 2021، فيلا بينا نتابع الفيديو. بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. اوكي، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسام من قناة توب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله هنحمل ادوبي بريمير 2021. طبعا اعتذر على التأخير في تنزيل الفيديو ده، ولكن كان في ظروف. اوكي، طبعا كل اللي هيسألني يا جماعة ان في فيديو اتمسح من على القناة، والفيديو ده بسببه جالي انذار من اليوتيوب، وشركة اليوتيوب مسحته، وهو تنزيل كامتازيا 2021. طبعا الفيديو زي ما انتوا شايفين لو دخلنا على قائمة الفيديوهات فمش هنلاقي اصلا فيه موجود. طب في ناس برضو عايزة تحمله، يعني في ناس عايزة تحمل كامتازيا 2021. هقول لكم ايه، البرنامج ده متنزل على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، يعني انت لو دخلت على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوا تحت في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتعدي على طول وهتلاقوا زي ما انت شايف الفيديو نازل. طبعا انا مش عايز اوري القايمة دي عشان لو اليوتيوب بيراجع الفيديو ده فهيلاقي كامتازيا موجودة واحتمال يعمل لي انذار ده. اوكي، زي ما انتم شايفين هتحملوا البرنامج من هنا، تحميل برنامج كامتازيا والبرنامج التاني. طبعا زي ما انتم شايفين الانذار انذار واحد، وزي ما انتم شايفين انتهاء تاريخ انتهاء الانذار يوم 29 ابريل، وزي ما انتم شايفين برضو اتمسح، او لو انا عايز اتواصل مع المدعي فزي ما انتم شايفين تيتش سميث اللي هو شركة المصنعة لبرنامج كامتازيا. فطبعا الفيديو اتمسح، هحط لكم رابط الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، عدوا بقى اعملوا فولو وتابعونا. وطبعا لو اي جديد بينزل برضو بننزله على الصفحة على الفيسبوك. طبعا قبل ما نحمل ادوبي بريمير 2021 لازم نعرف المتطلبات بتاعة البرنامج ده. اوكي، طبعا انا هقول لكم دلوقتي المتطلبات وهتلاقوها في ديسكريبشن اسفل الفيديو. متطلبات التشغيل، المعالج هيكون انتل او AMD مع دعم 64 بت، ويكون 2 جيجا هرتز او معالج اسرع، ذاكرة الوصول او ذاكرة الرامة يعني 8 رامة جيجا بايت، نظام التشغيل ويندوز 10 على طول 64 بت فقط، يعني ما ينفعش 32 بت او 84. مساحة الكرسي الصلب يعني 3.1 جيجا بايت، يعني 4 جيجا بايت يكون، طبعا هو قال لي اكثر وممكن ايه يبقى احنا نفضي 4 جيجا من الجهاز. طبعا لتثبيت 64 بت. رقم 5، دقة الشاشة تكون عرضها 1024x768، ويوصي ان الشاشة تكون 1280x800. طبعا يا ريت يعني يفضل برضو انه يكون في كارت شاشة اضافي، يعني يكون في كارتين شاشة عشان يديك اداء اعلى مقارنة بالنسخ السابقة. طبعا في حد من المتابعين برضو كتب لي المواصفات ونوع الجهاز لفوتوشوب 2021، نفس المواصفات دي بالظبط، حتى زي ما انتم شايفين دي مواصفات فوتوشوب. فالبروسيسور انتل اور ام دي، بروسيسور ويز 64 بت، يكون 2 جيجا او اعلى من كده. طبعا الرامة 8 رامة، ونفس الكلام اللي موجود هنا برضو هتلاقوني حاطتهولكوا متطلبات التشغيل تحت في الديسكريبشن عشان اللي عايز يشوف برضو هنا. برضو ممكن ما يكونش الفيديو محمل معاه او جودة الفيديو قليلة لو عنده النت بطيء، فهيلاقيها تحت في الديسكريبشن اسفل الفيديو. اوكي، دلوقتي هنعدي على جزء تحميل ادوبي بريمير 2021، هتلاقوا رابط التحميل بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو. طبعا انا هنسخ الرابط وهحطه في المتصفح بتاعي. اوكي، طبعا انت هتدخلوا عليه على طول، ماشي. فانا هدوس على اي اعلانات يا جماعه طفوها، هدوس على كليك هير اف يو كونكت سبميت ذا بوتن، وهدوس على الزرار ده وهدوس على سبميت. هنتظر 3 ثواني وهدوس على جيت لينك. طبعا اي اعلانات بتظهر فهدوس عليها واطفيها. اوكي، زي ما انتم شايفين هيفتح لنا على الموقع ده. طبعا الموقع رائع جدا، بينزل لك برامج، يعني انا لو عايز اصدارات اقل من ادوبي بريمير مثلا عايزين 2020، فزي ما انتم شايفين الاصدارات الاقل من كده. طبعا حجم البرنامج قبل فك الضغط جيجا و52 جيجا ونص يعني يا جماعه، باسورد فك الضغط 123. هندوس على تحميل مباشر وهننتظر هيفتح لنا على ميديا فاير، فهندوس على داونلود.
نطفي الاعلان ده، وطبعا هنحدد مكان اللي هنحمل فيه وهنبدأ على بدء التحميل. طبعا انا محمله وهدخل على طول على المكان اللي انا حفظته فيه كده زي ما انتم شايفين المكان اللي انا حاطه فيه. فهعمل ادوس واعمل اكسترا هير واحط كلمة سر ليا 1 2 3 وطبعا هندوس على اوكي فهيعمل اكسترا كير. انا عملت اكسترا كير عشان وقت الفيديو كده. طبعا هندوس على سيت اب وهندوس على يس. هنختار اللغة والمكان وهندوس على كونتينيو هيبدأ يحمل معايا البرنامج. هرجع لكم بعد ما يحمل او يسطب ونرجع ندخل في البرنامج ونشوفه عامل ازاي. اوكي طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين البرنامج عمل تسطيب وهندوس على كلوز. طبعا زي ما انتم شايفين انتوا لو بصيتوا هتلاقوا ان ادوبي 2020 طبعا البرنامج ده 2021. اوكي دلوقتي انا هوريكم 2021 بس مجرد ما نفتح البرنامج هندوس طبعا على كلوز فهيقفل البرنامج تلقائي. هندخل زي ما انتم شايفين على سطح المكتب وهندوس على البرنامج هيفتح معانا. طبعا هو لو طول فعادي جدا ده لسه بداية البرنامج مع بعد ما تفتحه كذا مرة فهيفتح معاك على طول كده زي ما انتم شايفين. 2021 النسخة بتاعت البرنامج ده الفيرجن زي ما بيقولوا. هنستنى شوية وعلى طول هيدخل معانا على البرنامج زي ما انتم شايفين. دخل البرنامج زي ما انتم شايفين. فاحنا طبعا هنعمل فايل ونعمل نيو بروجكت وطبعا هندوس اوكي طبعا على اساس ان احنا هنعمل دلوقتي بروجكت جديد. هيفتح معانا زي ما انتم شايفين فتح معانا بالشكل ده. طبعا احنا نقدر نشتغل على البرنامج ده. طبعا انا لسه هشتغل عليه وهتعلم فيه باذن الله. لو عايزين فيديو ان انا اشرح فيه البرنامج ده نعمل سلسله زي سلسله بريندر ان شاء الله هكملها فاكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله هنفذ اوامركم. زي ما انتم شايفين نفذت الكتاب للمواصفات ادوبي فوتوشوب فاهو زي ما انتم شايفين نفذت له طلبه وقلت له المواصفات والحاجه اللي هيقدر يحمل بيها على البرنامج. فطبعا زي ما انتم شايفين برنامج كامتازيا اللي انتم شايفينه ده قريبا باذن الله هسيبه وهنتقل للبرنامج ادوبي بريمير 2021 هتعلم عليه ومنتج عليه. وباذن الله بمجرد وصلنا ل 500 مشترك في مفاجاه باذن الله. مفاجات مش مفاجاه اكتر من مفاجاه وحاجات كتيرة بإذن الله. بس مجرد وصلنا ل 500 مشترك فعايزين نوصل 500 مشترك قريب جدا لان على طول الاول لما نوصل 500 هينزل البرنامج. اوكي طبعا انتوا لو وصلتوا لجزء من الفيديو ده فهقول لك شكرا 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 على متابعتك ليا. وطبعا انت زي ما انت شايف انا تعبت على المحتوى ده فلازم تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل ل 500 مشترك وتعمل شير عشان تتواصل ونكبر قناتنا باذن الله. ما تنساش بقى تعمل لنا فولو على صفحتنا على الانستجرام بننزل صور واستوريات ممكن ان شاء الله يوصلك اخبار ان انا هنزل فيديو جديد على القناه فهيبقى نزل لك وتبقى عارف انك هنزل فيديو وتدخل بقى تعمل لايك وشير فتابعنا واعمل فولو. كمان شكرا لكم ان احنا وصلنا ل 100 متابع على صفحتنا على فيسبوك قريبا باذن الله نوصل ل 200. وطبعا برضو مش هفكركم تاني ان في الفيديو اللي اتحذف من على القناة بسبب حقوق طبع ونشر هتلاقوه موجود على الصفحة بتاعت الفيسبوك وتقدروا تحملوه وتفعلوه وهيبقى معاك شغال باذن الله. ما تنساش برضو تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في المستقبل القريب باذن الله. كل المفاجآت اللي هتتحصل باذن الله بمناسبة وصلنا ل 500 مشترك. ف كده احنا نكون خلصنا الفيديو. يا رب اسعدتكم وفرحتكم ان انا عملتلكم برنامج بريمير طولت معاكم في الفيديو ده فكده يكون الفيديو انتهى. يا رب يعجبكم الفيديو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.